السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقف بصراحة ما قدرت أخبيه. إحنا كإدارة مول دائما نمسك حالات يعني خلوة، حالات كده فيها اشتباه، ونأخذها تحت عندنا في الإدارة ونحاول نستر عليها بقدر المستطاع. ما ندخل الشرطة والهيئة إلا في الأشياء الكبيرة مرة طبعا، وتعهدات مع السلامة. هذه حالة غريبة، بنت بيضة زي القشطة والولد شوكلت دارك شوكلت، يعني يشوفهم الاثنين يقول مستحيل يكونوا يقربوا لبعض، شبهة يعني للأمانة يعني. المهم نزلوا تحت سي ان جي، مين انت شكرا لك؟ قالت لي ابن الجيران. عادي طبعا، عارف انه ابن الجيران يعني ايش الوضع. عادي، بابا عارف. ماما عارفة بحركة بطيئة كده. ماما عارفة. طب ايش الوضع؟ الشرع، الناس، ايش الوضع؟ الولد قال عادي. شفنا الموضوع كده في المهم قلنا هاتي رقم ابوك نكلمه نستر عليك يا ابوك، على الاقل ياخذك وتروح وتوكل على الله بدل ما تنفضحي في الشرطه والهيئه والاقسام هذه. وانت ما انا عارف يا روميو اخر زمانك يا عنتره، يجي اهلك يشيلوك ويشوف ايش قصتك. المهم قالت خذ رقم بابا، خذ رقم ماما. قلت ما ابغى رقم ماما، ابغى رقم بابا. بابا مسافر. قلت مو مشكله هاتي رقمه. اخذنا رقم ابوها، ندق ما يرد. قلنا ما في الا مين الا اخوها، دائما الاخ يجيك حار. قلنا يمكن الاب طيب مره مدلع بنات، اخوها ما حيرضى بالشيء هذا. في عندك اخ؟ قالت لي عندي اخ اكبر مني. هاتي رقم اخوك. اخذنا رقم اخوها، دقينا عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف فلان الفلاني؟ ايوه اعرفه، مسكول امن معاه اختك في المول، يا ريت تجي تاخذها. طيب هذا الحين جاي. قلنا بس الله يستر، جبنا الامن يا جماعه، لو دخل يبغى يضرب امسكوه، ما نبغى نوصل للحاله المخيفه هذه. جاء الولد، اول ما شاف الولد اهلا حبيبي ايش عرب، اخذ الولد عرب، سلام وسلامات وكيف حالك وايش الاخبار ايش في ايش اللي صاير. قال له الامن مسكون، الامن بالله، قل لهم بالله. احنا وضع تلقيط الوجه، ايش فيه؟ عادي يا هاد خوينا بالحارة، ايش يعني عادي فري ايش يا اخي؟ يلا تبغوا شيء مننا؟ روحوا الله يسهل لكم، روحوا الله يبلهنا. ايش الوضع يا ابويا؟ لهذه الدرجة وصلنا للدناء هذه؟ يعني انا ماني فاهم، لهذه الدرجة وصلنا؟ ما في غيرة؟ اختك ما في غيرة؟ غيرة ما في، شيل والله يستر علينا وعلى ولايانا. لا إله إلا الله.